يا جماعة شوفوا لي حل بقى، أنا اتبهدلت آخر بهدلة. خلاص يا أحمد ما تخافش، إحنا هنشغل الجهاز عليك دلوقتي وإن شاء الله يا حبيبي ترجع لطبيعتك، بس يلا أقف ثابت بقى. بسم الله. استني يا مامي بتعملي إيه؟ ده مش الزرار اللي هيكبره. يا بنتي لا، ده هو ده، أنا متأكدة. يا دي المصيبة السودة، مش عارفين الزرار اللي هيرجعني لطبيعتي. خلاص يا احمد ما تكبرش الموضوع، انا متاكده ان هو ده الزرار. قوم اقف يلا. يا رب. بسم الله. يمين شويه يا مامي، كده مش جاي عليا. شمال شويه يا مامي، مش جاي عليا برضو. قلتلك يا مامي مش هو ده الزرار، شفتي عملتي ايه؟ مش مشكلة يا ليلي، المهم ان انا كبرت عشان ما تفضليش تتريقي عليا. يا مامي انت وليلي تعالوا هنا، انا مش عارفة اجيلكم جوه. روحي شوفي عايز ايه. انا ماليش دعوة، روحي انت. انت شفتي شكله بقى عامل ازاي؟ انا خايفة منه. يا جماعة تعالوا ما تخافوش. نعم يا احمد كده حاف، اسمه الاستاذ احمد. امر يا سعادة البيت. يا جماعة ما تهزروش بقى، انتوا مش شايفين اللي انا فيه؟ انا مش عايزاك تقلق يا استاذ احمد، ان شاء الله كله هيبقى تمام. انا مش عايز اسمع كلمة ما تقلقش دي تاني. انت بتنرفزي لي دلوقتي. هو انا نطقت يا مامي؟ كل مرة تقولولي ما تقلقش وبعدها يحصل لي مصيبة. كفاية بقى كفاية. هو انا ممكن استأذن حضرتك بس بالراحة شوية على السيراميك عشان هيتكسر، وكمان عشان الجيران اللي تحتينا السقف هيقع عليهم. انتوا هتفضلوا تهزروا كده كتير؟ يا جماعة انا مش عارف اخرج من البيت. وانت عايز تخرج من البيت ليه يا استاذ احمد؟ ما تخليك قاعد معانا. ايوه، وهو بالمرة تساعدنا في شوية حاجات. حاجات اللي هساعدكم فيها ان شاء الله. يعني تنضف لنا فوق الدولاب، تمسح لنا النجف وكده. كفاية هزار بقى، كفاية. البيت هيتهد علينا. هنعمل ايه دلوقتي يا مامي؟ روحوا قولوا له ما يمشيش كتير، البيت هيتهد. وانا مالي يا مامي، روحي انتي. ممكن يا احمد بيه تخف الحركه شويه عشان الجدران شققت والبيت هيقع علينا. يا جدعان شوفوا لي حل بدل وربنا ما كسر البيت عليكم. لا هدي نفسك والنبي يا احمد. ايه رايك نجيب لك حاجه تاكلها؟ انت اكيد جعان. جعان؟ ده انا ميت من الجوع، بقالي شهر ما اكلتش. حالا هجيب لك حاجه تاكلها. انت رايحه فين؟ جايه معاك، ما انا مش هفضل معاه لوحدي وهو جعان كده. طب ادخلي انت هاتي الجهاز، خلينا نشوف هنعمل ايه في المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي. اتفضل يا حبيب ماما. وانا هعمل ايه ده؟ اتفضل يا حبيب ماما. هو ده الاكل اللي انتوا جبتوه؟
احنا مرضيناش نكتر يعني. ايوه، عشان انت المفروض يعني تعمل ريجيم عشان تخس شوي. اخس؟ هو انت فاكره ان انا تخنت؟ يا بنتي انا زي ما انا بس كبرت. طب يلا بقى خلينا نشوف الجهاز هيعمل فيك ايه المره دي. اتفضلوا. هو انا يعني هيحصل لي ايه اكتر من اللي انا فيه؟ يلا بسم الله.